تربيت على بوم يحبوا بعضهم، يقولوا كلمة الحبك قدامكم انتوما صغارهم ولا لا؟ كنت فما المحبة في عائلة الزغيدي؟ يظهر هذا أول مرة تسألي السؤال هذا، هذا مش بريفي لا أميمة في الاتفاق متاعنا. فاجئ فيك. باش نقول لك شوف أنا الوالد والوالدة نفصلوا على بعضهم وأنا مش مراهق، دونك عمري ديزون بين 11 و13. مانيش باش نقول لك أنه ما عشت، معناه اللي عشته في طفولتي، عشت طفولة حتى لستة سبعة ثمانية سنين كانت طفولة سعيدة، والحق معناه متاع عائلة متماسكة وكل. بعد جيت بريود صعيبة، مش نكذب على رواحنا، مانيش أول واحد ومانيش آخر واحد تعدى بالمرحلة هذه. جيت بريود ممكن أصعب شوية بين الوالد والوالدة. جيت في فترة المراهقة اللي فترة حساسة. جيت في فترة المراهقة اللي فترة حساسة. بون، مقارنة بدي باركور أخرين ما تكلفت ليش غالية، تكلفت لي عام ضيعته، عام دوبيلة في السكوندير. معناها ما قريتش في السكوندير. لا قريت وما نجحتش. لكن نذكر كان في سيزيام، كان أول جيل، أول جينيراسيون باش يمشي ليسي بيلوت. أنا كنت باش نمشي ليسي بيلوت، كنت يعني الأول في المدرسة. أنك ما نجحتش. العام هذاك كانت نتائجي كارثية، معناها الدوبيلة في دارنا. كي جاء الخبر في عائلتي مراد دوبل، الناس ما صدقوش، معناها مي كوزان مراد يدوبل، مراد يجم شي. وشنو اللي خلاك يمكن ترجع للثنية ولا تفهم اللي ولا تتقبل طلاق الوالد؟ الوقت أول حاجة، والحق حب الوالدة، حب الوالدة وحضور الجد والجدة. كان عندي جد وجدة كانوا حاضرين ياسر في حياتي، وكان عندهم دور مهم جدا، وتلقفت الأمور وتلملمت الأمور. والدي زادة معنى، حتى والدي معنى ما عندي ما أقول فيه معنى. دونك وكان ترجع زادة، ومسيل شذين مش حكيت على حاجة شخصية، باهي اللي يسمعوا فينا اللي راهو احيانا تصير الاولاد ولا البنات ولدوا يدوبل، معناه يعاود عامه مش نهايه العالم. انا هذيك عشت ارجع، سيتي ان شوك. قلت انا ندوب حاجه في 13 ولا 14 سنه. من بعد وليت رجعت المستوى وكملت الباك بنتائج محترمه جدا ومتميزه جدا. اليوم عاد نجم الدوبل سنه، بعد تعوض والعوامل الجاية يمكن تحسن روحك وساعات العام ذاك اللي تعاود تكون انت في النيفو متاعك يتحسن، يكون خير وتتعدى بازي خير من اللي تتعدى. كما يقولوا بلغة الشارع سوني با لا فان دو مون.